أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بالمحامد كلها كما ينبغي لجلاله جل وعظيم سلطانه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله المبلغ عن ربه بالحق والهادي الصراط المستقيم بأبيه وأمي، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلاة نسألك يا مولانا أن تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتتجاوز بها عن سيئاتنا وترفع بها ذكرنا ومقامنا غدا يوم لقائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، سيادي لليتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى غنوقف مع واحد الدعاء في برنامجكم هذا، برنامجكم يا رب، هذه السلسلة الجديدة غنوقف مع واحد الدعاء ورد في القرآن الكريم، وحكاية عن نبي الله سيدنا إبراهيم الخليل وولده سيدنا إسماعيل. سيد ربي يقول في القرآن الكريم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعود نقرأ هذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء جاء في معرض للقصة ديال سيدنا إبراهيم الخليل ولد سيدنا إسماعيل، وهما كيرفعوا البناء ديال البيت. الله سبحانه وتعالى أمرهم بجوج: سيدنا إبراهيم الخليل وابنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام، أمرهم سيد ربي باش يرفعوا البيت. احنا كنعرفوا بأن ذاك المكان اللي فيه بيت الله الحرام اللي هو مكة كان قبل ما يجي سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل كان أرض خلاء، أرض بواد غير ذي زرع. الله أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام باش يدي ولده وأمه يحطهم تم، يدي الزوجة ديالو هاجر وليدها سيدنا إسماعيل باقي رضيع يجيبهم من فلسطين ويحطهم تم بواد غير ذي زرع، تقريبا واحد الشهر ديال الطريق والأكثر. وفعلا مشات سيدنا إبراهيم الخليل، الأمر ديال الله تبارك وتعالى أوجب السيدة هاجر وولد سيدنا إسماعيل وخلاهم لأمر يريده الله. العبد في التفكير والرب في التدبير، ربي كيدبر الأمر. شي واحد تقول له دي مرتك ودي ولدك الرضيع وحطه في الخلاء، هذه ما يعني كيقول أن الإنسان هذا الأمر هذا فوق الطاقة، وثانيا ماشي منطقي، ولكن هذا أمر الله. بمعنى أن سيدنا إبراهيم الخليل ما دارش هذا الشيء من ديته لراسه، اللي يكون داروا من ديته لراسه يقولوا هذا بنادم ما عنده عقل، ولكن هو امتثل لأمر الله، قلبه ما مطوعوش، يعني لأن ولده هذاك ومرته زوجته الثانية، ولكنه امتثل لأمر الله وخلى ولده تما مع الأم ديالو، ولده راضي مع مزيودة وطلع في حاله راجع. مراته كتقول له: لمن تتركونا؟ المرة الأولى والثانية والثالثة، لأنه وصلهم قال لها: قاعدين ما تحركيش، أنت يا ولدك لمن غتخلينا؟ ما كيجاوبهاش. المرة الأولى والثانية والثالثة قالت له: الله أمرك بهذا؟ والسيدي ربي هو اللي قال لك دير هذا الشيء؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا، خليتينا في رعاية الله. وهذه واحد الأمر مهم نوقفوا عنده. وحنا كندعيو الله تبارك وتعالى، خص اليقين يكون في الله، خص انت كتدعي الله يكون اليقين ديالك في الله، وكون على يقين بان الله غادي يستجب لك كما بغى هو، ماشي كما بغيتي انت، كما بغى هو سيدي ومولاي. اذا فقلت له: اذا لن يضيعنا. وفعلا ما جا في السنه دار العام حتى جا لقاها ومعها قبيله جرهم، سكنت تما وجاب الله الماء ديال زمزم. والعام الثاني والعام الثالث حتى ولا سيدنا اسماعيل قاد ولا فتى، فامره الحق سبحانه وتعالى
انه هو ولد هو ولده امر سيدنا ابراهيم الخليل وولده باش يرفعوا البيت. البيت كانت عنده قواعد وضعتها الملائكه، وبناه سيدنا ادم وطاف به وطاف به سيدنا نوح، وجاء الطوفان دا البني، ولكن القواعد بقات. فامر الله سيدنا ابراهيم باعاده البناء. ربي كيقول: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذا هو الدعاء. شنو معنى ديال الكلام هنا؟ سيدنا إبراهيم الخليل هو كيبني امتثالا لأمر الله، فهو طاعة لله كيبني، الله ولي أمره، ومعاه سيدنا إسماعيل كيعاونه، وهو كيقوم بدك العمال كيقوم به امتثالا لامر الله طاعه لله، كيطلب من الله يتقبل منه. هو النبي الرسول، هو خليل الرحمن الذي هو كثير المناجات، كثير المناجات، ديما كيدعي في القران الكريم عدد من المواقف سيدنا ابراهيم الخليل كيدعي فيها. من هذه اش كنستفدوا من هذا الامر؟ هذا الانسان مني كيدير شي اعمال كيطلب الله يتقبل القبول بيد من؟ بيد مولاي. ما كيعرفوا حتى حد، حتى حد ما يجي يقول لك العمل ما مقبولش، حتى حد ما عنده الحق. علاش؟ لان القبول ديال مولاي باش مرتبط باخلاص النيه، واخلاص النيه شكون اللي كيعرفوا؟ سيدي ومولاي، حتى حد ما كيدخل. نحكم على الامر، والصحيح ولا ماشي صحيح؟ صليتي الصلاه صحيحه ولا ما صحيحاش؟ صمتي قلتي لي هذا درت، نقول لك الصوم صحيح ولا ماشي صحيح؟ مقبول ولا ماشي مقبول؟ ما دياليش، ديال من؟ ديال مولاي. ولهذا هو سيدنا ابراهيم الخليل وهو كيدير ذاك العمل امتثالا لامر الله تعالى كيتوجه لسيدي ربي وتيقول ربنا بجوجهم، سيدنا ابراهيم وولده. وطبعا سيدنا ابراهيم اب ربى ولده على الاسلام، وسيدنا اسماعيل ابن تربى على باه، وكلاهما نبي ذرية بعضها من بعض. كاين غير الامتثال لامر الله، كاين غير الامتثال لامر الله، ومع الامتثال هو بين 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 الخوف والرجاء. تيخاف ذاك العمل ديالو اللي داره امتثالا لامر الله تدخل فيه شي حاجه اللي ما فيهاش الاخلاص، فالقضيه مرتبطه بالاخلاص. ولهذا كيقول ربنا تقبل منا، يا سيدي يا ربي تقبل منا، ربنا تقبل منا، انك يا ربنا إن أنت السميع العليم، كتسمع الدعاء ديالنا وعليم بما في قلوبنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم كيزيد يدعي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يا سيدي يا ربي اجعلنا مسلمين لك، من مسلمين الأمر لك، خاضعين لك، يعني نعبدك عبادة الخضوع، عبادة الامتثال، عبادة الاستسلام لك. ربنا واجعلنا سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل مسلمين لك، وهما مسلمين لان سيدنا ابراهيم قالها لما شاف ذاك المظاهر الكونية، شاف الكوكب شافه ظهر ثم غبر، وعاود شاف القمر ظهر ثم غبر، وعاود شاف الشمس ظهرت ثم غبرت، فقال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وفي القران اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وهو اللي سمانا المسلمين، مله ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين. فهو كيطلب الله وهو مسلم، ولده تربى على الاسلام فهو مسلم، ورغم ذلك يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك، بمعنى ان نكون مخلصين في اسلامنا، ان يكون اليقين ديالنا فيك، ومن ذريتنا، من ذريه ديالنا امه مسلمه، من ذريه ديال سيدنا اسماعيل اللي من ناجى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو خاتم الانبياء والمرسلين، واللي جاب رساله الاسلام وبشريعه الاسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ورنا المناسك كيفاش نعبدوا،
كيفاش نعبدوك؟ كيفاش نصليو؟ كيفاش نحجو؟ كيفاش نؤديو المناسك؟ وارينا ارينا علمنا ارينا بالمشاهده شنو اللي خصنا نديرو؟ كيفاش نطوفوا؟ كيفاش نسعاو؟ كيفاش نمشيو؟ اش غنديروا في مينن؟ هذه كلها من المناسك ديال الحج. ارينا مناسك الحج، مناسكنا، وتب علينا يا ربي، تب علينا ان اخطانا، تب علينا ان وقع منا الخطا، وقع منا الزلل. والانسان هو هذا، هذا الدعاء ديال سيدنا ابراهيم الخليل. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لما يقول سيدنا ابراهيم الخليل وتب علينا، حنا شنو نقولوا؟ حنا نقولوها، نقول وتب علينا. اذا هذا الدعاء عظيم جدا، فيه واحد القضيه مهمه جدا. العمل اللي كيديروا الواحد فينا يخلص فيه النيه لله. اي عمل كديروا، عمل ديال الدنيا او عمل ديال الاخره، اخلص فيه النيه لله. وطلب لما تسلم العمل، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اعمل، نوض، صلي، صوم، زكي، اخلص في عملك ديال الدنيا في مصالح الناس، وقول اللهم تقبل منا. سير زرتي المقابر ودعي مع داك السيد وقل اللهم تقبل منا. احسنت الى الناس قل اللهم تقبل منا. هكذا كنتعلموا من سيدنا ابراهيم الخليل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ثم كيأكد على الامر ديال انه مسلم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، اي خاضعين لك. وهما مسلمين، هما مسلمين ومسلمين. وسيدنا ابراهيم الخليل وصى وليدته، وصى ولاده، واوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وسيدنا يعقوب وصى ولاده وكيموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذه هي المسؤولية ديالنا احنا، ربي خلقنا مسلمين وعطانا وليدات مسلمين، خصنا يبقاو مسلمين. وندعي الله تبارك وتعالى في كل وقت، في كل صلاة، في كل مناسبة، ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي خاضعين لك، ومن ذريتنا، الذريه ديالنا الوليدات ديالنا، امه مسلمه لك. ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يورينا كيفاش نعبدوه ويهدينا للطريق المستقيم. اذا هذا الدعاء ديال سيدنا ابراهيم الخليل فيه معاني كثيره وجليله جدا، ننتبهوا لها لما نكونوا نقراوه، نقراوه مره اخرى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.